عرفتي ما لقيتش الناس اللي عطيونا تصاريح بمناسبه مرور سنه 2022، ولكن غادي نبداو من هنا وانا اللي غادي نقدم لكم الاجواء كيفاش دايره بمناسبه البوناني كيف ما كيسميوه المغاربه. اليوم غادي تشوفوا معنا الكثير من الشباب ومن الشابات اللي عطاونا تصريحات صادمه صراحه لله بمناسبه نهايه 2022 وبدايه سنه جديده 2023. هو ما كاينش واحد القاسم مشترك، كاين اللي كيامن بهذا العام وكاين اللي ما كيامنش به، كيقول لك ديال اليهود وديال النصارى، وحنا ماشي نصارى. ولكن ما نطولش عليكم وما نحرقوش المراحل، بقاو معنا حتى في البرص العام. اخويا ما كنحتفلوش بهاد راس العام اخويا. علاش؟ خويا هاد راس العام اخويا ديال اليهود. ديال اليهود؟ اه. ولكن حنا راه متبعين الساعة ديال اليهود. اجي اليهود، اجي اليهود، اجي. اجي اصاحبي. حنا راه متبعين الساعة ديال اليهود. قول لي لمن كتهدي هاد الاحتفال هذا؟ وكنهدي الوالد. ديال اليهود. علينا اليهود اصاحبي. خويا ما كنحتفلوش بهاد راس العام اخويا، كنحتفلوها بهاديك راس العام ديال الهجرة. صافي. الهجري. اه. شنو هي الحاجه الزوينه والحاجه الخايبه اللي دوزتيها في 2022؟ واخويا راه هذاك الشيء بالمكتب. ها الحاجه اللي ما غاديش تقدر تنساها. بزاف د الحوايج، ماشي بزاف د الحوايج ما نقدرش نذكرهم لك اخويا. شنو رسالتك للمغاربه والقنيطريين؟ واخويا رسالتي كنشكرهم اخويا ونقدروا النادي القنيطره اخوش. مناش؟ من كل شيء. بحال اش قول لنا شي حاجه من دوك الحوايج. بحال اش اخويا؟ الحاجة اللي غينقدوا منها، الحاجة اللي خايبة. غينقدوا ويطلعوا البروميير سير يا اخويا. الكرة كدوي على اخويا. الكرة. غادي تحتفلي به؟ لا. وعلاش؟ حيت راس العام ماشي ديال المسلمين هذا. شنو هو راس العام ديال المسلمين؟ هو السنة الهجرية ماشي السنة الميلادية. لمن غاتهدي هذا الاحتفال هذا؟ البابا الله يرحمه. وانت احتفلتي معنا؟ لا ماشي بهذا، انا كنهضر على احتفال اخر، اما سميتو نحتفل نهديه البابا الله يرحمه. ولكن كتشريو الحلوى؟ لا نهائيا. والو؟ نهائيا، اصلا خوتي كاملين في برا ومعايا انا وماما في الدار. وشنو هي الحاجة الزوينة اللي دازت عليك في 2022 والحاجة الخايبة؟ الحاجة الخايبة هي الموت ديال بابا الله يرحمه. والحاجه الزوينه اللي دازت هي عرفت الحلم ديالي بسبب ديك الموت، عرفت الحلم ديالي. عرفت بزاف ديال الحوايج. بغيتي تقولي للمغاربه والقنيطريين بمناسبه مرور سنه كامله؟ بغيت نقول لهم نتمنى عليهم هاد السنه اللي جايه بالصحه والعافيه ان شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق في اي حاجه بغاوها. السلام عليكم. السلام. احتفل براس العام. هو الاحتفال ديال راس السنه ديال 2023 هو احتفال ديال جميع المغاربه. وتنحتفلوا علاش ما تنحتفلوش؟ مع الوليدات، مع مول الدار. مع الوليدات في الدار تنحتفلوا. كيفاش كتكون هذه الاجواء؟ كتكون هاديه، تيشريو حلوى، تيجلسوا في الدار، تينشطوا مع الوليدات، تيفرحوهم. هذا هو الذكرى ديال 2023، دخول سنه جديده. انسان تيتسنى تكون بدايه ديال سنه عكس السنوات القديمه، عكس يعني 2022 اللي كانت فيها كورونا وكانت فيها شويه ديال الحرب ديال اوكرانيا ومع روسيا. ونتمناو هذه السنه يكون الحرب ان شاء الله تحيد وهذه الاسعار اللي كانت غاليه تحيد ان شاء الله. حنا جينا لواحد النادي بمركز مدينه القنيطره، غادي ندخلوا نشوفوا الاجواء ديال راس السنه 2023 كيفاش دايره. دخلوا معنا. السلام عليكم. السلام. انا نعرفوا كيفاش دايره الاجواء عندكم هنايا. الصراحه عندكم الجو زوين. الاجواء زوينه هنايا، كاين لا هاد لي سواغي، كاين هنا كنديروا كاين البيا لي كافي، داك الشيء كامل ديال لي بواسون، والموسيقى راه ديما كتكون هنايا حيحه. ياك دائما الحيحه، دائما النشاط مع الدوبل زيروين. وكيفاش كتكون الاجواء من مور راس العام؟ ديما واخا كي راس العام كيبلا راس العام ديما كتكون عندنا الموسيقى، ديما الصداع، ديما الحيحه، ديما لومبيونس، كلشي كاين في الدوبل. تحاولي تقربينا هنايا الاحتفاليه عندكم؟ لي كليون كلشي مزيان. شنو تبغي تقولي لنا بمناسبه راس السنه 2022؟ الصراحه ما عندي ما نقول لك والو. تزاد السنه في عمرنا، هادي راه حاجة خايبة ماشي شي حاجة زوينة. علاش؟ وصافي. والعمر كيدوز عادية. لا ولكن كتوصل لواحد الوقيتة كتلقى
راسك انت راك تقول برا ماشي كتفرح وهادي داكشي الشيء بردوا علينا بهاد الاحتفالات وصافي. 2022 كتفكرها بحاجه زوينه ولا بحاجه خايبه؟ صراحه شنو هي ديك الحاجه المزيانه؟ هي انني وليت قاده براسي. وليتي خدامه بوحدك؟ ممكن يعني استقريتي؟ المهم استقريتي عقليا ذاتيا، ولكن مازال ساكنه مع ماماك وباباك في الدار؟ لا ماشي كيستيون ديالو ساكنه معاهم ولا ما ساكناش معاهم، ولكن استقريت عاطفيا ذاتيا. أيوه. عاطفيا. شنو رسالتك للمغاربه والقنيطريين؟ القنيطريين انا عام عندي دابا في قنيطره وصراحه عجبتني بزاف، ما نكذبش عليك هي مقناطه ولكن ولا فدير بصح. رسالتي للمغاربه سنه سعيده. خليك لمن كتهدي هذا الاحتفال ديال ليله راس العام؟ اولا كنهديها للوالده، الوالد اللي شويه مريض، العائله ديال الدبل زيرو ويش كتبقى حنايا هنايا عائله كبيره كتشارك اي حاجه سواء زوينه سواء خايبه. فعلا دابا شفنا عندكم الحيحة الداخل والغناء والناس ناشطه، شنو تقول لنا هاد الهيئة اللي عندكم هنايا؟ احنا ديما بحال هكا سواء بلا فيت ديال بوراني سواء بلا فيت ديما كنعيشوا لومبيونس، وهذا هو هذا هو غون تيتخ ديال هاد سميتو ديال هاد البول هذا. زيرو مشاكل 100% زوا، كلشي فرحان وكلشي ناشط الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، والباترون ديال هنايا اللي ديما لا جونيس ديما فهمتي بنادم تيفكر ديما شباب ديما جديد. بغيتك شي كلمه زوينه تقولها للوالده والله يطول ليها في عمرها. الوالدين كما كتعرف ما كاين حتى شي كلمه اللي غادي تبقى تلاق بالمقام ديالهم، دونك الله يخليهم لينا ويخلي لهم جميع الامهات ديالنا والله يرحم كاع اللي ميتين. امين يا رب العالمين وشكرا. شكرا.